كرام، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الباش بخاري. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان، في صحه جيده وكل ما كنتمناو في حياتكم ان شاء الله. الحلقه ديال اليوم غادي نخصوها الكراميل اللي غادي نحتاجوه للجميع، لي كلاصي ان شاء الله. هنا عندي 150 غرام ديال الشوكولا بيضاء، عندي 150 غرام ديال السكر، وعندي 150 غرام ديال الماء، ولا 150 مليلتر ديال الماء، يعني الماء وال يعني بحال يعني بحال المليلتر بحال الجرام بحال. وهنا عندي 20 غرام ديال زبده الاكل، وعندي 3 غرام ديال الملح. هنا غادي نشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله، وغادي نعملوا هذا الماء باش نغليوه، وهنا غادي نعملوا هذا السكر الكاسون بحال هكذا، وغادي نعملوه فوق النار ان شاء الله. غادي تلاحظوا الطريقه. وهنا غادي كما كتلاحظوا النار كتكون ناقصه مزيان هادئه، وهنا كيخصنا واحد ملعقه ديال الخشب باش نبقى نحركو من بعد ملي غادي يبان لينا السكر بدا كيتكرمل، يعني بدا كيدوب، باش نبقى نخلطو حتى ما يبقاش الحبيبات ديال السكر. نبداو نحركو كما كتلاحظوا باش ما يتحرق ليناش، باش ما يجي لناش داك الكولور اسود. نخلي يزيد شويه ونولي معكم. وانتم كما كتلاحظوا هو من بعد ما داب، يعني كتشوفوا الكولور ديالو، هذا هو الكولور اللي مطلوب لينا، وهذا الماء مغلي كما كتلاحظوا. هنا كما كتلاحظوا كنحركوه شويه شويه شيئا فشيئا بحال هكذا، هو كيولي مجموع كيتكبد، ولكن كتطلق غير كيولي السخونيه ديال الماء مع داك السكر بحال ديك الساعه كيولي الماء كيسخن اكثر من السكر، كيولي السكر عاوتاني كيدوب بحال هكذا. وهنا غادي نستمروا في هذه العمليه بحال هكذا، يعني نحاولوا نذوبوه بحال هكذا حتى ما يبقاش ان السكر يعني باقي كيبان ولا شي حاجه. هانتوما نبداو نحركو مزيان هكا، يعني بهذه الطريقه هذه حتى يذوب لينا السكر ما يبقاش. هانتوما هذه، وما تنساوش البارطاج مع الاصدقاء، واللي ما مشتركش يشترك. ما كتلاحظوا هانتوما يعني ما بقاش، بقى واحد قليل غير يذوب، غادي نزولو ان شاء الله. هانتوما من بعد ما ذاب كما كتلاحظوا يعني ما كيبقاش فيه شي حاجه اللي هي مازال ما دابت. وهنا كناخذوا هاد الملعقه ديال الزبده كنوضعوها هنا باش نحاولوا نذوبوها، باش هي راه كتذوب دغيا كتذوب، حق الزبده ديال الاكل ماشي بحال ديال المارغرين. وهنا هاد الشوكولا كنعملوا ليها بحال هكذا باش كتذوب حتى هي. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتخليو هذا الكريم هذا، يعني هذا خاص الكراميل، خاص لي كلاص، يعني حاجه ديال لي كلاص كتزوقوها كتكون تزيين، ولا تعملوا معها شي حاجه لداخل مع لي كلاص كيطلع رائع بزاف. وانتم بهذه الطريقه غادي نستمروا بالتحراك حتى كيذوب لنا هذا الشيء هذا كامل، ما كيبقاش شي حاجه اللي كتكون مازال. هانتوما ان شاء الله تبان لكم مزيان، لحقاش مع الكراميل سخون وكذا والاخر، يعني راه كيذوب الزبده وغيذوب الشوكولا، يعني حتى كيولي القوام ديال الكراميل. هانتوما كملوا بشي حاجه شي زلافه ولا، المهم كتخليو كيبقى دائما للتزيين وما كيضيع ما والو، غير يبقى في آلة التبريد، يعني في الثلاجة نبيرة، يعني تكون محتفظة وتكون مسدودة مزيان على حسب ما يقيسو لا ما لا والو.
هانتوما كما كتلاحظوا واحد كتحرك وهو كيزيد يتطلق. هانتوما هانتوما كنتمنى ان شاء الله يبان لكم مزيان. دابا غادي نخليه، غادي نجيب واحد الميكسور غادي نميكسيه واحد شويه. هنايا نجيبو هاد الكراميل ديالنا كنضيفوه في هاد الكأس، وهاد على هكذا باش يتخلط، يعني باش يتطلق مزيان ما يبقاش تطحن. كما كتلاحظوا كيطلع رائع، شوفوا القوام ديالو كيف عامل. كنتمنى ان شاء الله يبان لكم مزيان انتما، ومازال عاد سخون، ملي غيبرد عاد غادي يعطيكم القوام ديالو نيشان. انتما دابا وراه خاطر هانتو، يعني كيفاش الكاس مقلوب ومازال كيهبط شويه بشويه. وهنا هذا شوفوا القوام، وانتما كما كتلاحظوا صافي وصلنا لنهايه الحلقه. كما قلت لكم دابا انتما كتشوفوا القوام ديالو كيف عامل، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه هذه وغادي تنجح لكم 100% ان شاء الله. هانتوما في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.